السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت ان انا النهاردة ادخل كده اصور لكم 4 موديلات منزلين عليهم عرض 950 جنيه. 4 موديلات منزلينهم على 950 جنيه، اي موديل فيهم اي طقم فيهم ب950 جنيه. طب تفاصيل الطقم ايه او عبارة عن ايه او الكلام اللي احنا عارفينه ده كله؟ نقول بقى التفاصيل الطقم عبارة عن ايه عشان كلنا نشوف كل حاجة. اما بننزل عروض بننزلها على خامات، مش على حاجة اي كلام او فيها عيوب، لا احنا بننزل العروض على خامات مميزة تنفع ليكي كست بيت وتنفع لبنوتك كعروسة بتعني لها شوارها برضو. فبسم الله ما شاء الله، ده اولا اهو خدنا بالنا هنا هنلاقي كلمة لومونارك مكتوبة على الكوباية، الكوباية هي عليها كلمة لومونارك، تمام. حتى الطبق، حتى الاطباق هنلاقي عليها برضو هنا كلمة لومونارك برضو على الطبق اهو، على كل قطعة هنلاقي هنا برضو كلمة لومونارك هي على الطبق، يعني يكفي اسم لومونارك على المنتج، تمام. طيب ده طقم عشا، ده طقم عشا بيبقى عبارة عن ايه؟ طقم العشا ده اللي احنا منزلينه في العرض ده بيبقى عبارة عن 6 شوب، حطي فيه بقى احلى شوية عصير، احلى شوية مية كده يبلوا رقنا في الجو اللي احنا فيه ده، ربنا عدها على خير في الجو ده يا رب، تمام. عايزه تعليقاتكم بقى كده ان كنتم موجودين معانا، الصور حلوه، شجعونا كده يعني باي حاجه، اذكروا الله يا جماعه كده، قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، لو انت شجعونا يا حريم ويا رجاله يلا. الكوبايات دي بتكون 6 قطع، شايفين جمال الطقم ده، بسم الله ما شاء الله. ده الطبق الجاتوه، ده طبق الجاتوه اهون، لون الورد لون الفريحي، ده بيكون 6 قطع. ومعانا برضو هنلاقي الطبق اللي وراه اللي هو طبق الرز، هحاول ان انا اشيل كده واصور معاكم كل حاجة. ده طبق الرز اهو، ده غويط، ثواني كده. السلام عليكم. السلام، ازيك يا فطوم؟ ازيكم يا جماعة. ده الطبق الرز غويط اهو، وبرضو هنلاقي على الطبق كلمة لومونارك، منتج اصلي 100%، تمام. الخامة ممتازة اماراتي لومونارك، العلامة الفرنسية وراها لكم اهيا، برضو هنا لومونارك العلامة الفرنسية تحتها على طول اهيا، وتحت خالص هنلاقي 3 حروف اختصار للامارات العربية المتحدة. هي شركة لومونارك معروفة انها فرنسية، بس الموقع بتاع بتاع المصنع داخل الامارات، عشان كده احنا دايما نقول ايه من شركة لومونارك الفرنسية انتاج الامارات العربية المتحدة، تمام. ده الطبق الكبير بتاع الطقم، عشان بس ما اطولش معاكم عليكم بمعنى اصح. ده الطبق الكبير، ده بيكون 6 قطع، شايفين الشكل بتاعه بقى هنا. الطبق الكبير المفروض ده 6 قطع، تمام. نحط كده الستاند تاني، الطبق اللي بعده اللي هو طبق الرز الغويط 6 قطع برضو، ثواني. طبعا اللي انا بصوره لكم ده انا اصلا مدخلاه عروض، لان مفيش من كل طقم غير من كل رسمه غير طقم واحد، يعني لصاحب النصيب بقى اللي هيلحق معانا الطقم ده، لانه هو طقم ما يتعوضش وخامته في منتهى الروعه. يبقى ده كده اول موديل للطقم، ده كده اول موديل للطقم اللي منزلينه. سوري الكوبايه دي بتاعت الطقم التاني، الكوبايه اهي بتاعته كده، اول موديل اهو. خش بقى على الطقم التاني، ده برضو نفس المواصفات، 6 شوب اهي، 6 شوب زي ما احنا شايفين اهو. ده الـ6 طبق الجاتوه، 6 طبق الجاتوه، وهنلاقي برضو نفس المواصفات زي ما انا بقول، كلمة لومونارك على كل قطعة في الطقم، كلمة لومونارك مكتوبة اهي على كل قطعة في الطقم، يعني طقم اصلي 100%. خامته حلوه جدا، بتخش الميكروويف بامان، غسلت الاطباق. شوف كده بقى الطبق الغويط، ده الطبق الغويط اهو بتاع الرز، تمام. شايفين جماله، بسم الله ما شاء الله. وبرده معانا الطبق المفروض اهو بتاعه، يبقى كده اجمالي الطقم اصلا 25 قطعة، اجمالي الطقم ده 25 قطعة، ونازل قلنا اي طقم في دول منزلينه في العرض ب950 جنيه بس.
950. الطقم ده بمبلغ وقدره النهارده، احنا منزلينه بنوفره لكم ونزلينه ب950. يبقى كده موديل، وده الموديل الثاني، ده الموديل الثالث اهو. شوف كده بقى الشكل بتاعه، شكل الشجره بشكل الطبق بتاعه. 25 قطعه، 25 قطعه. الطبق على فكره هو الطقم ده معاه سيرفيس، بس انا مش مطلعاه من الكرتونه، يعني هو بيبقى كمان، يعني احنا لو جينا نحسب هنا ده 6 قطع، تمام، اللي بعده 6 قطع اهو، ده رسمه الطبق. يعني كل طقم من دول معاه سيرفيس عشان تحطي الفرخه بتاعتك، البطايه بتاعتك كده. ورينا بقى شطارتك انت، شايفين برضو الرسمه دي، ودي رسم بقيت ده الطبق الغويط وده الطبق المفروض. يبقى اللي ورا ده 6، طبق الرز 6، وطبق الحلويات او طبق الجاتوه ده 6، يبقى كده 18، تمام. ومعانا 6 كوبايه، يبقى كده كام؟ 24. ومعانا سيرفيس طويل، يبقى كده 25 قطعه، بس احنا السيرفيس ما طلعناهوش من الكرتونه، يعني كل طقم في دول معاه كمان سيرفيس بالاضافه للي موجود ده، تمام. معانا بقى الموديل رقم 4، يعني هم 4 موديلات اهم معانا، تمام. ده الموديل الرابع اهو، حاجه كده بسيطه ورقيقه وسيمبل تحفه يعني. ده طبق اهو، وبرده الطبق عليه كلمه لومونارك. خلي بالكم احنا ما بنشتغلش الا في المنتجات الاصلي من الاخر، انضف انضف منتجات بنجيبها بنعرضها لكم، بنقول لكم كل تفاصيل كل منتج، تمام. ده طبق الجاتوه 6 قطع، ده طبق الرز، طبق الرز اهو، والطبق اللي وراه ده الطبق الكبير المفروض، غير طبق غير السرفيس اللي قلنا ما طلعناهوش لسه من الكرتونه. يبقى اجمالي الطقم 25 طبق لومونارك اماراتي، لومونارك اماراتي خامه ممتازه من الاخر، خامه ممتازه، نازل ب 950 جنيه. والعرض ده احنا منزلينه داخل معرض كريم للادوات المنزليه، عنواننا دمياط باب الحرس مستشفى الجلديه صيدليه الجمهوريه، تاني شارع بعد الصيدليه بجوار قصر الفرج وكرات للاساس. وعندنا برضو خدمه التوصيل لحد باب المنزل، بتبعتي لي على رقم الواتس، ورقم الواتس 010 19 84 2696. يبقى رقم الواتس 010 19. هات كده الكارت يا حاج، هات يا حبيبتي هنا الرقم الواتس اهون، 010 19 84 2696. ده الرقم الخاص بالطلبات، رقم الخاص بشغل المعرض للطلبات، بتبعتي لي عنوانك ورقم تليفونك والاسم والمنتج بنوصله لك لحد عندك. دي اشكال الموديلات على الطبيعه، احنا منزلين لكم في العرض 4 موديلات من احلى احلى 4 موديلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعليقاتكم ولايكاتكم، تشجعني اكتر واكتر.